بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسول. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ ها يا محمد عادل، أخذنا أصحاب الثلثين، قلنا هنا نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. أخذنا أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف عدا الزوج بشرط وجود المماثل. شروط الثلثين هي شروط النصف، لكن يتغير شرط واحد، عدم المماثل إلى وجود مماثل. الآن نأخذ إيش؟ أصحاب إيش؟ أخذنا الثلثين، بعده الثلث، تمام؟ ثلث ثلث يصح، لا إشكال، مفهوم؟ تمام؟ طيب تبي معي يا الشيخ؟ اجلس، تعال اترك الكلام يا اخوان، اترك الكتاب يا شيخ، انتبه. اصحاب الثلث اثنين، الاول الام، الاول الام تاخذ الثلث الام عند عدم، عند عدم الفرع الوارث، أو الشرط الثاني يعني لا يكون في المسألة أحد من الفرع الوارث، ولا يكون في المسألة جمع من الإخوة، جمع من الإخوة، أي إخوة، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكور أو إناث أو مختلطين، مفهوم الشيخ؟ مرة أخرى، تأخذ الأم الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، ابن بنت ابن ابن بنت ابن، وعدم الجمع من الإخوة، ألا يكون في المسألة جمع من الإخوة، ذكور أو إناث أو مختلفين، أشقاء أو لأب أو لأم، أي جمع من الإخوة لا يكون في المسألة، تمام؟ هذا كم شرط؟ بقي معنا شرط، ألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين. اسمع، الغراويتين والعمريتين تحفظ، لازم أن تفهمها، مفهوم؟ تحفظها. طيب نكتب الآن، انتبه يا أخي، اترك الكتاب يا الشيخ. عندنا مسألة فيها أم وأخ شقيق، ننظر الآن في المسألة، هل يوجد فرع وارث؟ لا. يوجد جمع من الإخوة؟ كم أخ عندنا؟ أخ واحد. الجمع عند الفرضين كم؟ اثنان فأكثر، تمام. إذن الأم تأخذ الثلث ولا السدس؟ ومن يقول السدس؟ الثلث، نعم. والباقي، المسألة من ثلاثة، الثلث واحد الباقي اثنين. طيب زوجة أم أخ لأب، الزوجة إيش تأخذ؟ محمد عادل، إيش تأخذ الزوجة؟ ثلث؟ من يقول ثلث؟ الزوجة يا أخوان انتهينا منها خلاص، إما تأخذ ربع أو تأخذ ثمن، تأخذ هنا يوجد فرع وارث الربع، والأم الثلث، وأخ لأب الباقي. المسألة من 12، الربع 3 والثلث 4 والباقي 5. مسائل بعد فترة تجدها محفوظة عندك، تكتبها كتابة فقط، فهم مع كثرة التمرينات الآن. طيب قلنا الشرط الأول يا الشيخ عند الثلاجة، يا أخي انتبه معي يا شيخ، لا تضيعنا الفراغ هناك في الشام، انت انتبه. قلنا عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، أي جمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، لا تفهم، تحفظ، احفظها مثل اسمك، وهي زوج أم أب، زوجة أم أب، يعني الأبوين ما أحد الزوجين، هذه العمريتين، مفهوم؟ سميت بهذا الاسم لأن عمر رضي الله عنه
قضى فيهما بهذا القضاء. وسميت غراوين كالكوكب الأغر لأنها معروفة عند من؟ عند الفرضيين. مفهوم؟ شيخ إبراهيم احفظها، ما لازم تفهمها. كيف نحل المسألة؟ انتبه معي. هنا الزوج ايش يأخذ؟ وهنا الزوجة الربع، تمام. هنا المسألة من ستة، نصف الستة والأم واحد والأب اثنين، وهذه من أربعة، واحد واحد اثنين. لا نريد منكم الآن أن تفهموا هذه المسألتين، لا، احفظها. مفهوم الشيخ؟ طيب، قلنا أحد الزوجين مع الأبوين، الزوج يأخذ النصف والأم يقال هنا تأخذ ثلث الباقي والأب الباقي، وهنا الزوجة تأخذ الربع الأم ثلث الباقي والأب الباقي. اتركها، احفظها ولا تفهمها، ما في إشكال. لازم تفهم كل شيء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما في إشكال. طيب يا صالح، احفظها، لا تقول لي كيف، احفظ. إذا جاءت مثل هذه المسألة احفظها. طيب يا شيخ، كان يعطوكم في الكيمياء أظن بعض الأشياء أنت تحفظها ولا تفهمها، صح؟ اعتبر هذا كيمياء اليوم. خلاص يا صالح؟ طيب، جاءتنا مسألة فيها زوجة، انتبه، أم جد، زوج أم جد، هل هذه غراوين عمريتين؟ لا، احنا حفظنا هذه. مفهوم؟ هنا الزوجة ايش تأخذ؟ الربع، آسف، الربع، والأم ثلث، والجد الباقي. المسألة من 12، 3 4 5، هذا النصف وهذا الثلث وهذا الباقي. المسألة من 6 3 2 1. مفهوم يا إخواننا؟ مفهوم؟ ها، أنا ما صنعت شيء هنا. هذه المسائل قلنا لكم الزوجة الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. نعم. لا، الأب ليس كالجد في هذه المسألتين، مفهوم؟ وهو ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. خلاص؟ نعم. وقال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات، لا تسأل. هو يقول الرحبي ليس أنا. طيب، إذن نعيد من جديد الآن. أخذنا من أصحاب الثلث من؟ الأم تأخذ الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، وقلنا تحفظها مثل ما تحفظ اسمك، هذه الاثنين. طيب، مفهوم الشيخ؟ ارفع رجلك. طيب، بعد هذا تحل هذه المسائل، ثم نأخذ الثاني من أصحاب الثلث. الثاني من أصحاب الثلث الجمع من الإخوة لأم، الثاني من أصحاب الثلث إيش؟ الجمع من الإخوة لأم، ذكور أو إناث أو مختلفين، جمع، المهم جمع من الإخوة لأم. خلاص، يأخذون الثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور أب أو جد، وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى. طيب، وأن يكونوا جمع. كم شرط؟ 4 شروط: عدم الفرع وعدم الأصل الوارث من الذكور، وأن يكونوا جمع اثنان فأكثر ذكور أو إناث أو مختلفين، وأن يقسم عليهم الثلث بالسوية. خالفوا القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين أخوة لأم، لأن الله سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الثلث، والتشريك يستلزم التسوية، الذكر كالأنثى هنا في من؟ أخوة لأم فقط. مفهوم؟ إذن يعطيك سؤال، يقول القاعدة عندنا أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في الإخوة لأم. مفهوم؟ تمام، الذكر كالأنثى. طيب يا شيخ، لماذا؟ قال له أنه أدلو إلى الميت بذكر أو بأنثى. أدلو من الدلو، يعني وصلوا للميت عن طريق ذكر أو أنثى؟ أنثى، إذن ذكرهم كالأنثى. طيب،
أكتب لكم مسائل. أخ لأم، أخت لأم، مفهوم؟ أخت شقيقة، أخ لأب، ما شاء الله. أخ وأخت لأم جمع؟ جمع. يوجد فرع وارث؟ أصل وارث من الذكور أب أو جد؟ لا. جمع؟ نعم. يقسم عليهم الثلث بالسوي. نكتب هنا كم؟ ثلث. هذا الثلث لهم. الأخت الشقيقة في فرع، في معصب مماثل، فرع وارث، أصل وارث من الذكور؟ لا، نصف. أخ لأب، مسألة ثلث ونصف، تكون من اثنين، ثلاثة، أربعة، ستة، اثنين، ثلاثة، واحد. هذا الاثنين إذا كتبت اثنين الآن بينهم هكذا يصح، أو تكتب واحد واحد. أخذ الذكر كالأنثى، مفهوم؟ مسألة أخرى، أربع زوجات وأربع أخوات لأم، عم شقيق، زوجات، ايش ياخذوا؟ أربع زوجات ايش ياخذوا؟ ها؟ ثمن؟ من يقول ثمن؟ لا حول ولا قوة، والله يا اخواننا انتم في النيران بتضيعون الزوجات، ولا ربع، عدم الفرع الوارث، هذا ربع، والأربع أخوات الثلث، وهنا الباقي. المسألة من 12، الربع ثلاثة والثلث أربعة والباقي خمسة، مفهوم يا شباب؟ إذا مرة ثالثة أو رابعة، أصحاب الثلث كم؟ اثنين. الأم عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، انتهينا. الثاني الجمع، جمع من إخوة أو أخوات لأم أو مختلطين، يأخذ الثلث بشروط أربع: عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، وألا تكون وأن يكونوا جمع يقسم عليهم الثلث بالسوية، الذكر كالأنثى، مفهوم؟